يقول السائل: هل يجوز كتابة الآيات على الجلد للذي به مرض ليبرأ؟ لا، هذا من تعليق التمائم، هذا من تعليق التمائم. الرقية يقرأ على المريض أو المصاب وينفث عليه، أو يقرأ في ماء ويسقى هذا الماء، هذا الذي ورد. أما تعليق الآيات وتعليق هذه يسمونها بالتعاويذ، يسمونها بالتعاويذ، وأكثر العلماء يمنع منها. نعم، ولو كانت من القرآن ما يعلق القرآن. نعم.